طبعا ادي جوله اهي. فين احنا كده؟ فين يا عم سكر؟ في الطايف نفسها. دحين دخلنا الطايف، هذه ديره النمور. ديره النمور؟ ايوه. احترسوا. ايوه، في ناس اللي يقولون لهم النمري النمري، هذه هي ديرتهم. ديره النمو، يقولوا لها ديره النمو. فين الملاهي؟ هنا يمين اهي. وكان في برضو على اليسار شويه ملاهي. هنا كتير ملاهي. تشوف ده لسه في اوبب كمان تطلع فوق تاني. ايوه ملاهي كده. ما شاء الله. بس بس منظر البيوت الصغيرة دي اللي وراها. امتازت الجبل الأخضر يا جماعة، جميلة شكلها كده من بره تحفة. في واحد تاني قدام بره. هذه المنطقة الجبال ما شاء الله اشتغلوها كلها ملاهي فيها ترفيه مش عارف ايه. أحلى جو تقعدوا والله تحت الشجر ده في الأرض هنا. اقسم بالله جو تحفه هنا. عايز اقول لكم العين يا جماعه، غير الفيديو كذا مره قلت يلا بقى نخلص شوط الجبل ده ونبقى معاكم. اروح اجيب المنتو والفرموزه. اهم حاجه المنتو، المنتو والفرموزه. انا العب برضو على اليسار. بدري خلاص. مين جاي معاك؟ بص هنا المنظر تحفة ازاي. شوف في بعد القمر. ودي جلسات وقعدات. اعتبر ده زي كورنيش الطايف، الترفيه هنا والالعاب. حلو والله. مفيش حاجه بعد الطايف كده الا خلاص نيسان والباحه وانت ماشي. يعني الطريق مسدود بترجع ولا ينفع تروح حته تانيه من هنا؟ اه تروح من هنا تبقى. في نزول تاني. ايوه اه يعني افتكرت دي منطقه عاليه تدخلها لازم ترجعها بقى. انا في عندي طريق اقدر انزلك مكه من هنا. كده من الجبال. ايوه ما شاء الله. دي الطايف نفسها كده. ايوه بس طبعا في اطرافها. انا ايوه الحين ما اقدر ادخل علشان الدنيا زحمه موت. ده في مطر. بص الازاز. ايه شايف الازاز؟ مطر يا ولاد. يجي الخير. يجي الخير ان شاء الله. اللهم صيب النافع يا ربي ارحم رحم. اللهم صيب النافع. صدفة. تعمل ايه هنا يا صدفة؟ صدفة اوتيل صدفة كمان. يا حلاوة يا حلاوة.
يا عم سكر؟ ايوه هذا كله هذا تبع حديقة الملك فهد. شوف حديقة الملك فهد تجي على اليسار، حديقة الملك فهد دي شوفوا كله تاخذ ماخذ الجبال ديك كلها لو تشوفها زي شوف لين الجبال هذيك كلها. ايوه ايوه هذه حديقة طبيعية شوفها زي الملاهي وزي المصليات. ايوه بس عادي احنا بعيدين عشان بعيد احنا. ده دول يا عم سكر صوامع عادي حقت تخزين المويه، مويه وكده ومويه، لانه في من مكه مضخات مويه حقت التحليه تيجي هنا تتعبى. ايوه وتغذي منطقه الطائف. ما شاء الله. الحين ابغى شوف من هنا يبين حديقة من فوق. اه الشجر عالي ما شاء الله، لا الشجر عالي الشجر عالي. ده سوق عكاظ. سوق عكاظ كده انت اللي تروح على طول بعيد. اه 43 كيلو. ما شاء الله بصوا الخضر حلاوة. فسحكوا يا جماعة اهو، مدلعكوا بلفلف لكم السعودية كلها والطائف. والله الواحد عايز يروح ينام. دحين اوديك جبل اسمه جبل لبنان. اه كله تلج؟ مو تلج، تشوف الدنيا كلها تحتك من البيوت. دحين بس خلينا نصور. بس الشكل ده حلو ازاي؟ ساتر يا رب، ربنا يستر يا رب. ده احنا راجعين برضو ايه؟ على اليسار. فين يا باشا؟ راجعين الهدى. مين الهدى؟ ها؟ الهدى. الهدى راجعين عشان نطلع ان شاء الله جبال لبنان. ان شاء الله. شوف هذا اللي اقول لك المشروع اللي هيسووه. المشروع اللي هيسووه. هذا اللي دي مكتوب على كل كشك فيه سلة الفواكه واحد. زي ده هيبيعوا فيه مثلا بدل البياعين فواكه. بدل العربيات والمساكن. يا سلام. عشان التشوه المنظر. عشان التشوه زي المناطق الحضرية كده. ايه ناس راقية زي اوروبا. الشكل. زي اوروبا ممكن تسيبه وتحط فيه الفاكهة يشتروا ويحط الفلوس. ممكن. من غير بايع حتى. يحصل كده. نطلع بقى الهدى ونكمل. يقول العيد الثلاث عشان اهل الشمال، عرفت؟ ايه. لا وفي واحد اتحدى. واحد مشهور اسمه الزعاق. ايوه شفت الفيديو ده. يقول لك الزعاق يقول يوم الربوع، وهذا يقول انا اتحدى واجيب له جمل من عندي، كان طلع كلامه صحيح. ايوه وقال لك ده عمره ما قال كلمه غلط. الله اعلم. يقول لك عشان الرؤيه وكده. اذا صدق وصار بكره يعني عيد، هذا حيضرب على الزعاق وخلاص حيمسكوا عليه. الزعاق بقى ركن. أركن. اه. ما نعرفش مين الزعاق بس يلا. الزعاق ما عاد ينقي زي اول. ان
شاء الله. وين احنا رايحين؟ الهدى كده؟ بس مش مهم يا عمو سكر. نتمشى. نتمشى. طيب ونضيعها بعد كده. أنا أحط العادة. اسمها إيه؟ نظارة. لا لا أنت قلت لي من شوية كنت تدور عليها قلت لي اسمها إيه؟ مناظر. مناظر عادي عمال يقول لي المناظر يا جدعان فين فين المناظر؟ وأنا عمال ألف حوالين نفسي. أتاري النظارة. معرفش أنا. ما شاء الله. هذه كان زمان يا ابو احمد بدل البيوت كانت كلها مزارع التوت هنا. مزارع التوت والخوف. في ناس بيقولوا هات توت من من الطايف. خلاص موسم مغلق. موسم مغلق. حامض محمض ما هو. خمران. حمضان حمضان. خمران حمضان بقى وحش. ما شاء الله جو تحفة. لا بس الجو بتاع غير مكة والمدينة ما فيش عندهم ما بتبقاش شمس دي في الصيف ما بتبقاش حر هنا؟ لا بتبقى دايما ربيع باردة؟ باردة لا في يجي في النهار وقت الشمس أحيان عشان مرتفعة حرارة لكن بالليل جو ولا أروع. لا مفروض كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض كل ما درجة الحرارة قلت صيف شتاء. شو هذا دينا الشوكي بس زهرة لسه ما طلعش سمر مزهر بس ما سمرش ما شاء الله. ما اصور واتجول ووريكم. اكيد شوك تحت كتير. تحس طريق لبنان ده زي طرق لبنان اللي بنشوفها في الافلام صح؟ هم يقولوا هنا جبل لبنان سموه يمكن زي كده. ما شاء الله هذا كله منتجعات ترى. ايوه ايوه سياحه. اي هذه كلها منتجعات فنادق ومنتجعات واماكن. منتجع ليالي الحنين ده تحسه شجر لبنان ده. ضيعت انت عم سكر من هنا. يا ساتر. ما اقول لهم رحت لبنان ما اقول لهمش رحت السعوديه هضحك عليهم. منتجع هذا الاحلام ده في الطائف يا جماعه. ان شاء الله نطلع فوق بقى اوريكم لو في حاجه. الحين فين يا عم سكر؟ مش طالعين السما احنا دي النهارده؟ طلعنا السما ليه يا عم سكر دلوقتي؟ طلعنا فوق قوي يا جماعه. اعلى القمه عم سكر وداني اعلى القمه والله. لسه 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 في فوق. بالخيل ما ايش اعمل بالخيل انا خليه يجرد بك من هنا فض بيه من هنا اجل ويجي على نصيب انا. يا ويل نطلع فوق يا ولاد كمان في المنظر القرود. لا تاكل القرود في قرود هنا صح؟ بص المنظر بص المنظر عايز اقول لكم يا جدعان احنا في اعلى حته اعلى حته. بصوا الجبل ورايا دي فين؟ انا بقى اعلى حته هنا خالص. احنا فين كده يا عم سكر اسمها ايه؟
اسمها ايه هنا؟ هذه جبال لبنان اسمها. اسمها جبال لبنان. بصوا هنا عالية ازاي؟ بصوا اوريكم. بصوا عالية ازاي؟ بصوا. ما يبان ها؟ عالي عالي المكان جدا. بصوا عالي. شوف هذاك البرميل اللي تقول عليه صار زار موازين اهو. عالي جدا. بصوا راجعين نازلين واحدة واحدة. من هنا وين رايح؟ تعال ننزل هنا شوية. تغصص جبال احنا يا ما تشعلقنا على الدائري يا ما كنا نركب شجرة الاسمنت ونتزحلق ويي على الدائري. بص الودي انا عامل ازاي. تحسوا كانكم في حدود ما بين دوله ودوله. بصوا عامل ازاي. بص مفيش حاجه خالص. جو ساعة ها تلج الجو جبان. عايز يجي يقعد هنا بتاع فيه بيجو. بس جو ساعة. شوف هذيك البيوت النحل اللي هناك دول. ايوه اللي النحاله. نحاله دول شبيتهم بالحجر ما يبنوش. وادي بك كمان تحت نحاله. الجو برد او مسكر. بصوا بقى النزول واحنا نازلين البيوت عامله ازاي. دي السعودية يا جماعة. الطائف في العالي فوق. هذه منطقة الهدى. منطقة الهدى ده قصر اللي هناك ده. عين ها؟ مين؟ ده؟ ولا ده ايه ده؟ ايوه هذا قصر. البيوت من بعيد نبل. بصوا احنا نازلين. ده مش قصر ده ولا قصر. يعني فيلا كبيرة دي. من بعيد تشوفوا. بص البيوت نازلين من فوق. كان الله في عونهم في الشتاء هنا ها في رصرصه تلاقي الجبال دي كلها تلج. اي والله والله تلاقي عليها تلج. كان الله في عودهم في عونهم. والله عودهم مين ونفسك ميت. اللي الناس اللي بتركز نفسك ميت. اقعدهم وعنهم كله بالعين. هذا قصر كبير ما شاء الله. هنا الهدى. والله شوف هذه المحميات مسوينها حق الزراعه. عشان الزراعه. ايوه عاملين لها صوب صوب دورانات. ما شاء الله منطقه حلوه.
يا جماعة خد لكم حتة الرجوع دي، ايه تسريع بقى. يا جماعة بقى ايه جلستنا، غيرونا الفكر خالص، خرجنا نفطر هنا ونظبط ونكشخ على الطريق، هوب 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 هوب، ومظبطين امورنا. يلا بقى اشوفكم على خير، سلام عليكم. رحنا فطرنا وخلصنا، حلو قوي، بس الجو عامل ازاي تحفة. نجيب حاجة فطرنا والدنيا ايه زي الفل، اقسم بالله عسل عسل عسل. اشوفكم على خير تاني.